ماشي ومشينا من الشارع وقال لك عايزين نطفي الشارع وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. ماشي قلناش حاجه احنا نساعدوهم، بس اوضاع المكان لكن منا ايش او مكان حي ودوك الترجمان، ودانا حتى اسمها ترجمان. قال لك ست شهور ومعكم بابور التلج يجهز وبتاع، وست شهور لكم من الترجمان وانتكم بابور التلج. قلنا ماشي. قعدنا ست شهور مستعملين لما 1000 2000 3 5 صرفهم، والله العظيم حتى البهائم في البلد بعناها ما خلينا ابيض ولا اسود. ماشي وست شهور اني اكتر من ساعه كده ما فيش حاجه تمت. ماشي الترجمان ده ولا مؤاخذه يعني، لو مؤاخذه واحترام ليك، اوصل انت قبل المغرب كده في العصر اوصل من خلطات الشنطه بتاعتك وانت ماسكها علي، حتى كلها اعوذ بالله حتى مقطوعه خالص، حتى انت تروح بصيها كده وبصيت على المنظر تيجي خشب، ولا في بياع بيروح وفي بياع بيجي. والمهم اتكلمتوا مع الحكومه عن الوعود كتير قوي يا باشا، اداكوا وعد بست شهور يا باشا، هم عايزين يرجعوا الترجمان دي باي اي وسيله، وجابوا تبسات وقفوها بره ومش عارف ايه وايجارات ودفعوا ايجارات وبتاع عشان يعملوا شوشره ويعملوا زحمه في الترجمان. بس كل ده هو كلام منطق، كل ده حال على الدول مش لازمه. لجأتوا لنقيب الباعة الجائلين في المشكله دي كتير يا باشا كتير. قال لكم ايه؟ قال لك اصبروا، مش اصبروا، صبرنا رحنا وجينا وعملنا كذا وقفه وكذا حاله وبتاع. قضوا في الباعة الجائلين؟ ايه طيب كلام المسؤولين قال لكم ان احنا المفروض هنعمل مول في بابور التلج، هل في اي مؤشرات للمول ده بدأ؟ يا باشا ده محل رئيس الوزراء، رئيس الوزراء جه سيادتك وبتاعه وعمل افتتاح ومش عارف ايه وحط حجر الاساس، وثاني يوم لقينا حجر الاساس ولقينا اي حاجه في الدنيا، مفيش حاجه حصلت من ده كل ده، كل اللي عملناه النهارده ثاني يوم ما لقيناش، راح فين ما تعرفش. يعني ست شهور ولسه المول بتاع يا باشا ده لينا سنه وشهور مفيش حاجه يا باشا. احنا بص يا باشا نوصل الكلام ده هو الرئيس بتاعنا ولاي حد مسؤول سيادتك، احنا عاوزين ناكل عيش، احنا ولا بنسرق. انا معايا 4 مدارس، عايزين حتى جانبيه مثلا اعملنا سوق تجاري نقف فيه. يا باشا ماشي نمشي بالشارع وانا موافق. المسؤولين قالوا ان مفيش حته في وسط البلد دلوقتي مؤهله للباع الجائلين غير بابور التلج، انت بترشح في شايف حته معينه؟ في كتير يا باشا، في شارع جانبها جواد حسني اهو ماشي، في ساحه عمان عم رياض، في الفوالة، فيش ناحيه لا اسم الشربي واسم الشربي. المناطق دي احسن من ترجمان؟ اي باشا حتى اي حته جنبنا ناكل عنا منها عيش. انا 4 امهم لو فول وطعميه وبطاطس وبتاع وعيش ما كانش 20 جنيه والله العظيم، كل اللي معانا صرفناه والله ما جينا ناكله، والله العظيم ما جينا ناكله. بتناشد ايه السيد وزير رئيس الوزراء؟ واقف معانا السيد رئيس الوزراء، المفروض يقف معانا، بس هو اصلا عنده خلفيه بكل حاجه، اساسا عندك خلفيه كل حاجه حاصلانه. احنا ماشيين من الشارع نساعدوك يا رئيس الوزراء، نساعدوك ونمشي معاك في اي حته انت عاوزها، بس عايزين حته جايبين لك منها عيش، مش هتذبحنا سكين تلمه. احنا مصريين، احنا مش يهود، احنا مصريين، احنا مصريين يا باشا، فاهم ازاي؟ بس عايزين ناكل، عايزين نربي عيالنا، مش عايزين ناكل ولا مرتب شهري ولا مرتب بحري ولا مرتب سنوي ولا اي حاجه، عايزين ناكل عيش بالحلال وتسيب لي ناكل عيش بس في حته جانبيه. باش ام الشعب بتاع الصيني ده هو وشعب فؤاد والكلام ده باش منه. ماشي ونساعدوك، نقف جنبيك نظبط مصر ومعاك في كل حاجه، بس عايزين حتى ناكلوا من عيش ستك بس. والسادس وزير راجل محترم والمحافظ راجل محترم والسيسي ابونا كلنا، وربنا يخليه لنا يا رب، وربنا يخليه لنا يا رب السيد رئيس السيسي.